طيب السؤال ليك يا كابتن سمير بشكل واضح، ماذا يعني اعتراض اتحاد الكره اللي قدمه للكاف بشان بكاري جسامه؟ الاعتراض ده بص نتيجته ايه او ثمنه ايه او ايه اللي ممكن ناخده من الاعتراض ده؟ ولا حاجه ولا ولا حاجه ولا حاجه، مش هيغير لسبب بسيط. ما ينفعش يغير. طب انت غيرت، طب ما هو بكره الكاميرون هتطلب تغيير. كلام غلط. بس اللي انا بقول ايه، احنا عندنا مثلا عضو لجنه الحكام في الكاف كابتن عصام عبد الفتاح، عضو لجنه الحكام في الكاف واحد كاميروني. تمام. انت دورك من الاول تقول والله يا جماعه لا، الاسامي دي احنا لا نحبذ ما تبقى موجوده. اكيد يعني حضرتك بتقول لي انه الكابتن عصام عبد الفتاح كان ضروري يتدخل في هذه الامور. ضروري. وبرضه غريبه ان كابتن عصام ما سافرش. انا لو كابتن عصام والله في ظل الظروف اللي احنا شايفينها، احنا شفنا أسوأ تحكيم في قاره افريقيا في هذه البطوله. حكم يخلص المباراه في الدقيقه 85، حكم تاني ينزل بعد 85 دقيقه اللي هو ساكوزي اللي لعب في ماتش تونس، ويرجع تاني وتلاقي المبررات بتاعت لجنه الحكام يا كابتن كريم تضحك، تقول له ده جات له ضربه شمس. يا نهار ابيض. طب وفي الفار جاله ضربه شمس والحكم الرابع جاله ضربه شمس. كلام تهريج طبعا. ناهيك طبعا عن التهريج اللي حصل من الحكم الكيني والحكم بوندو وباملك طبعا يوم في ماتش الكاميرون وجزر القمر، الراجل رايح انفراد صفر بنهايه المباراه ولسه النهائي الماتش ما خلصش. فانا لو من عصام بصراحه كنت استقيل من اللجنه دي، لان اللجنه دي هفكرك هتتحل. اللجنه دي لجنه الحكام الافريقيه دي لا، حضرتك بتقول لي لو انت من الكابتن عصام عبد الفتاح يستقيل من لجنه الحكام في الكاف. طبعا. طبعا دي مش لجنه، ده هو تاريخه اعلى منهم كلهم. ده انت عارف مين رئيس اللجنه؟ واحد اسمه سبيستيان، عارف بلده ايه؟ رواندا، مع احترامي الكامل. لو سالتك دلوقتي على هوا طلع لي فرقتين من رواندا ما حدش هيعرف. خالد ده رئيس لجنه حكام افريقيا من رواندا اللي هو تاريخها في الكوره ايه؟ مش عارف، ما اعرفش. انا عن نفسي ما اعرفش. ما اعرفش رواندا دي بتلعب يعني دخلت بطولات ايه؟ اما تطلع منها حكم يبقى رئيس لجنه حكام افريقيا. يا صحيح، ده في شغل كويس قوي بصراحه. يعني دعواتك بقى يا كابتن سمير، دعواتك ربنا ينجينا ان شاء الله. والله انا بس اللعيبه خليهم يستمتعوا ويركزوا في المباراه، واحنا هندعم هنا ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن سمير عثمان الحكم الدولي السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.